السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اللي مجدنا لكم مقطع جديد بلعبة هجولة سيارات أسطورية بكل معنى الكلمة، بتتميز بجرافيك خيالي، يعني هلا رح تشوفوها وتعطوا رأيكم في التعليقات. طبعا اللعبة فيها أونلاين وأوفلاين، ومنزل عليها مقطع من زمان وحبيت أنزلكم عليها مقطع تاني للناس اللي ما بيعرفوها، وطبعا إن شاء الله تعجبكم. اسم اللعبة Ultimate هجولة درفتر، مثل ما قلت لكم تنزل على الأندرويد والآيفون، ورابط تحميلها بتلاقوا اسم المقطع بصندوق الوصف. طبعا يا جماعة الخير رح ندخل نجربها مع بعض ونشوفها بعد زمن طويل، فإن شاء الله تعجبكم. مثل ما شايفين قدامكم، أول ما بتدخل على اللعبة بتكون بهذا الشكل. طبعا في عنا على الطرف اليسار الرتبة، من هون بس من وصلت لعدد معين بيعطوك الأشياء الموجودة بالأسفل، وفي عنا هون هدية كل ما بتدخل على اللعبة كل يوم بيعطوك هدية وكذا، وفي عنا على طرف اليمين الإعدادات، بإمكانك تختار اللغة العربية وتكتب اسمك وكذا، والجودة حطها وسط أو عالي حسب جوالك. وطبعا بالنسبة للألبسة هون بإمكانك تختار ملابس اللاعب، وعنا قسم السيارات المهم، في عنا هون سيارات خاصة بإمكانك تشوفهم. طبعا هدول لازم تشحن في اللعبة لحتى تشتريهم. مثل ما شايفين قدامكم في سيارات كتير فخمة، في عنا قسم العادي سيارات اللي بتجي يعني بشكل مجاني وهيك إذا جمعت فلوس من عن طريق اللعبة. مثل ما شايفين قدامكم في سيارات كتير، وفي عنا هون الكامري، يا عين على الأسطورة، شايفين في كمية سيارات كتير، فإن شاء الله يكون عجبوكم. في عنا الشاص طبعا بيفتح بعد 7 أيام. فيا جماعة الخير، كل شيء وصل لحد النقطة هاي، إذا ما حطيت لايك وما صليت على النبي صلي على النبي وحط لايك واشترك يا حبيبي، خلينا نوصل 200,000 مشترك، الله يسعد ليك. طبعا يا جماعة رح نروح مباشرة لقسم ابدأ مشان نشوف كيف تدخل على الأونلاين والأوفلاين. طبعا الأوفلاين بس من دخلت هيك بإمكانك تختار أحد هدول الطرق، وبإمكانك تختار الطقس من هون بهالشكل. طيب نحن رح نحط على اللاعب الجماعي، مثل ما شايفين هون كل روم بتفتحها بيكتب عليها اسمه. طبعا بإمكانك تعمل أنت بحث على رومات حدا صاحبك مثلا فيتحة وكذا، بتكتب اسمه هون وبتظهر لك، أو بإمكانك تدخل مع رومات مفتوحة بهالشكل. طيب بإمكانك تفتح كمان روم خاصة فيك، تكتب اول شيء اسم الروم احمد اس جي ام، تقدر تدخل معك 12 شخص، تخيلوا يعني عدد كتير حلو. وفي عنا هون خريطتين، الصحراء او الطريق السريع اللي هو بالسعودية على ما اظن، وبامكانك تختار الطقس ليل نهار اللي بدك اياه. طيب يا جماعة اخترنا الكابرس، مثل ما شايفين خلينا نروح مباشرة على اللعب الجماعي ونخترنا شيء روم تكون مفتوحة. مثلا في عنا هي الروم البارس اسمها، في 10 اشخاص يا ترى بيدخلونا معهم ولا لا؟ هات لنشوف. والله دخلوني، حلو كتير. طيب مثل ما شايفين خلينا نختارنا وضيّة للكاميرا، هاي كاميرا الداخلية يا جماعة الخير. بعض السيارات ما فيه كاميرا داخلية وكذا، يعني بكون في شيء هيك عشوائي وكذا. مثل ما شايفين هاي الكاميرا الخارجية وكاميرا خارجية بعيدة وهيك، فرح نختار هاي. شو رأيكم؟ شوفوا هدول الناس كلياتهم أونلاين، شايفين؟ يعني عن جد اللعبة ذهب 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 عن جد، كتير حلوة. تزمر من هون. طيب نطلع مباشرة، أكيد هدول الناس ما بعرف إذا عارفوني ولا لا، بس خلينا نشوف الكاميرا الداخلية. بإمكانك تبدل وضعية السيارة من أوف رويد لسيارة عادية سيدان وما سيدان وهيك من عن طريق زر الإعدادات. من هون في عندك ستوك، دريفت، ما دريفت، هالأشياء هي، فبتختاروا الشيء اللي بيناسبكم. وطبعا يعني اللعبة مثل ما شايفين الجرافيك اللي فيها شيء خرافي، ونسيت أقلكم إنه اللعبة فيها ميزة التصادم، يعني إذا خبطت السيارة معلم راح تدمر، أوف كيفين تتكسر، وطار الدولاب معلم. وأصلح سيارتك لا تقولها. طيب خلينا نجيب سيارة تانية، شو رأيكم؟ مثل ما شايفين رفعنا الرتبة تبعتنا وعطونا شيء سيارة او هيك شيء، فرح ندخل نجيب سيارة. هو عطونا اللون هاد، مثل ما شايفين عطونا البورش، رح نختاره مباشرة وندخل بلعب جماعي كمان. تعالوا نشوف هاي الروم فيها 11 شخص، حلو كتير. بس الخريطة التانية، وشوف الناس نزلت فوق بعض معلم. طيب شلون هيك معلم؟ ها رسبنا والحمد لله، بس السيارة متدمرة مثل ما شايفين. والله حلوة السيارة، شو رأيكم انتو؟ مثل ما شفتوا يعني بس من لعبت كتير في اللعبة بتلاقي بيعطوك هدايا وبيعطوك شغلات وهيك، مثل ما شايفين قدامكم. خلينا نشوف الشكل الداخلي، الشكل الداخلي عادي كتير كتير، بس اكيد شايفين الجرافيك شلون حلو. يعني بتحسوا اللعبة عن جد لعبة بتشبه فورزا كتير من ناحية الجرافيك وهيك. ما شايفين
اخبط يا مدير اخبط. بلشنا في اللاج لاني الروم مليانه مثل ما شفتوا، فبتضل ماشي هيك، بتضل بتفحط وبيجمعوا لك نقاط وهالاشياء هي مثل ما شايفين قدامكم. لعبة بدها شوية شغل، بدها أشياء هيك يعني تتعدل أو تنضاف وبتصير حلوة كمان مثل ما شايفين قدامكم. طيب خلينا نشوف لنا شي سيارة تانية مثلا مثل الكامري. طيب يا جماعة الخير، رجعنا دخلنا في اللعبة بطريق الرياض أو في هيك خط مثل بالسعودية وكذا مثل ما شايفين قدامكم. سيارة يا الشكل هاد، شوف لي على الكامري، خلينا نشوف الشكل الداخلي. الشكل الداخلي بتحسه أفالون مو هيك؟ بس حلوة لا بأس فيها مثل ما شايفين قدامكم. اضرب اضرب يا مدير اضرب، شايفين الوزنية ما أحلاها؟ يعني شلون ما أخذتها بتجيك. نحن دخلنا في الأونلاين بس ما شفت حدا دخل معنا مو هيك؟ اخبط انزل تحت الجسر، هذا نفق ولا جسر ولا ايش؟ اوه خبطناها. فيها زمور عادي مدري شلون. الحلو في اللعبة انه اذا كان دخلت اونلاين بيدخلوا معك بوتات وهيك. ها هذا واحد بالاونلاين شايفين بلاير. تعال نشوف شو معه سيارة يا ترى، شو معه سيارة. اوف وينه ها؟ مختفي كأني ولا ايش؟ ها هذا هو، تعال نشوفه شو معه. معه أفالون حلو كتير شايفين؟ هذا واحد بالأونلاين. اوه سيارته محروقة، شايفين شلون سيارته محروقة وكذا. شفتوا التشالنجر وين زتني؟ فمثل ما شفتوا يا جماعة الخير بهالشكل هاد جربنا اللعبة، إن شاء الله تكون عجبتكم، قيموناها من 10. عن جد اللعبة كتير بحبها، ويعني عن جد في ألعاب تانية هجولة وهيك نفس المبدأ، بس بتحسوا الجرافيك اللي فيها متوازن بين إنه اللعبة ما تصير فيها لاج وبنفس الوقت تكون لعبة متوازنة وحلوة. فبهالشكل هاد يا جماعة الخير، لا تنسوا من الصلاة على النبي واللايك والاشتراك في فيزر لتصلكم كل جديد، وأهم شي الدعاء لإخواننا في غزة. والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.